بس بقول سكر، فانا بقول لا مش هسكر.
انا هقول ايه؟ دايما ليالي الغوى تخلي الفؤاد يسكت وسكت لحب خير الورى في محبة ونسكت. والحلوة جت من بعيد ماشية بتتمخطر لبسات يا مجند وسندسي اخضر بقول لها اسمك بتقول لي بس تنظر اللي على حب طغى دايما يسكت. فإنني أطمع في
اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم ايها الاخوه والاخوات، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، مع اهم احداث مسيره الجمعيه الاسلاميه يلقيها علينا الاخ المجاهد الذي عمل ولا يزال بكل صمت واخلاص بكل جد ونشاط مع رئيس الجمعية الإسلامية اللبنانية وجيه دياب هوشر. قد بايعوك بنو العقيدة مفتيا متمسكا بالحق والبرهان. وقبل أن نعود إلى الفصل الثاني من المدائح النبوية لفرقة الأنوار المحمدية، لا يفوتنا غذاء الروح وصفاء النفس وعلاج القلب في كلمة يلقيها على حضراتكم علم من أعلام الإسلام مع قائد المسيرة الدينية في القارة الأسترالية مع سماحة المفتي فضيلة الداعية المجاهد الشيخ تاج الدين الهلالي. فاجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصار دعوته ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في ليلة أردنا أن نعيش فيها ضيوفا على مديح النبي المصطفى، وإذا مدح خير الأنام تعطلت لغة الكلام. أردنا أن نقضي هذه الليلة المباركة مع الابتهالات الدينية والمدائح النبوية نتعبد الله تبارك وتعالى بخير عبادة يتقرب بها المتقربون إلى الله، وهي الصلاة والسلام على رسول الله. ومعلوم بحضراتكم وحضراتكم أن سائر الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل ظنية القبول. أنت تصلي أو تصوم أو تحج أو تعمل عملا طيبا وأنت تطمع أن يكون مقبولا عند الله عز وجل ولا تقطع بقبوله، إلا عبادة واحدة عليك أن تقطع وأن تتأكد أنها مقبولة على أي حال. أتدرون ما هي؟ قال الأصوليون: إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطعية القبول والوصول إلى الله عز وجل. نحن في هذه الليلة المباركة التي أردنا أن تعيش الجالية الإسلامية مع لون جديد من مديح المصطفى، وربما يخرج علينا المتنطعون والمتفيقهون، يقول لك على آخر الزمن
بقى مديح النبي بالكمان وبالعود وبالأورج وبالمش عارف الأكارديون، ولا ما عشنا وشفنا على مشايخ آخر زمن يدخلون لنا الموسيقى فعمديح النبي صلى الله عليه وسلم. وليوفر على أولئك الذين ربما يسيئوا إلى إسلامهم بالفتاوى المتحجرة الجامدة، إن سائر الأشياء التي خلقها الله عز وجل لا يحكم عليها بالحل أو الحرمة إلا من حيث استعمالها. كيف تستعمل؟ هذا مكبر صوت، قطعة حديدية، التلفزيون والراديو والتليفون والسيارة والطيارة. لا يقال على التلفزيون حرام ولا حلال، ولا على الراديو حلال ولا حرام، ولا على المسجل حرام ولا حلال، ولا على مكبر الصوت حرام ولا على ولا حلال، إلا على الوسيلة التي يستعمل فيها. ممكن تاخذ التليفون اللي في البيت تولع البلد وتستعمله في الفتن وفي الغيبة وفي النميمة وفي المعاكسة، يبقى التليفون اللي عندك في البيت ده تليفون سوء وحرام وإقامته في البيت حرام، لأن وسيلة الحرام حرام. تاخذ التليفون تصل به رحمك، تسلم به على أخ في الله، توقظ به للصلاة، تأمر به بالمعروف وتنهى به عن المنكر، أصبح التليفون عندك داعيا تتقرب به إلى الله عز وجل. نفس الكلام يقال في الراديو، يقال في التلفزيون، ويقال في كافة الأجهزة التي تستعملها. نفس الوضع، كل الآلات الموسيقية وما ورد من تحريم للغناء، المقصود به الغناء الفحش الذي يثير الغريزة ويثير التخنث في الرجال والنساء ويثير الشهوات، وهو مصحوب بالاختلاط، ايده في ايدها، خصر ايده على خصرها والعكس، وبعدين كلهم ياخذهم الحال ويختلط الرجال بالنساء، والواحد يدور على مرته فين مش عارفها فين، وتطلع له على الطاولة ترقص. أصبحت الموسيقى هنا وأصبح الغناء حرام، لأنه أصبح وسيلة من وسائل الشيطان. فإذا كان الغناء الملتزم الذي يحث على الفضيلة ويحث على الجهاد ويحث على الأخلاق، قاعدين الرجال في جانب خلق أدب واحترام، قاعدين الأخوات في الجانب الآخر، العفة والحجاب والشرف والاحترام، وكلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إننا في مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة وتخشانا فيه الرحمة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. إذن الأحاديث التي تحرم الغناء إنما هو الغناء الذي يصحبه خمر واختلاط وصفور وفجور ومعصية لله عز وجل. ولأريح الأمر، نعرف الجماعة ظلموني حين وضعوني في منصب الإفتاء، والحمد لله رب العالمين هم لو عملوا إعلان عن إفتاء سيتقدم لهم 500 مفتي في يوم واحد، فالحمد لله رب العالمين توفيرا لهم حضرت بحث من 20 ورقة أعده عالم محقق حافظ الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار في الجزء السابع، يبلش من صفحة 269 إلى 20 ورقة للأمام، وهو يذكر آراء العلماء، آراء الفقهاء الذين جوزوا الغناء الملتزم وجوزوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاءات الدينية حتى وإن صحبتها الموسيقى، ما دام هذا الأمر لا يخل بأمر شرعي. وعندما نقف بين يدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونخاطبه، وهو الذي في روضته تعرض عليه أعمالنا، سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو درى
معنى الهيام لكان فيه مساعدي. سيدي يا أبا الزهراء يا رسول الله، والله لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق، لا ضغن ولا شحناء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، عندما نجتمع في هذه الأمسية التي أردناها أمسية دينية، نتقرب إلى الله عز وجل بما يرطب القلوب. وهو القائل في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ترويح عن القلوب بالشيء المشروع جائز شرعا، ولا سيما هذا المجلس اللي مقصدنا وحضورنا وبطاقاتنا الفرقة القادمة من القاهرة، كان الشيخ محمد عبد الهادي جزاه الله خيرا. كلنا نسخر هذا الجهد لخدمة العمل الإسلامي، من مغسل يستقبل الآن داخل منه جثتين لرجل ولامرأة، غدا يعني دشنا المغسل، البارحة غسل فيه طفل من أبناء المسلمين، وغدا سيغسل فيه امرأة ورجل، هما الآن بانتظار التوديع من الأحياء من غسل وكفن وصلاة ودفن، والميت مطمئن لأنه لن يشرح ولن يمتهن ولن تفعل به الأعاجيب ولن يكون فوق رأسه شيء يغضب الله عز وجل، وإنما سيغسل ويكفن وفق الشريعة الإسلامية. هذا المغسل تتمم مشاريعه وأعماله بهذا الجهد أيضا. يبقى أنت مش دافع 15 درهم لا ثمن حفلة ولا من أجل أن نقرأ ولا أن نسمع شيء من المديح أو الغناء، إننا دفعنا هذا الشيء لله عز وجل. فثمن البطاقات في ميزان حسناتكم وحسناتكن، بطاقة خصصت للعمل الإسلامي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا البيت الذي اشتري خلف المسجد إن شاء الله من أجل أن يفتح يوم من الأيام، ليكون بالأسفل باركن تخرج السيارة من هنا وتخرج من الشارع الخلفي، وفوقها تكون هناك جمعية أو مدرسة إسلامية لتحفيظ القرآن الكريم بدلا من استغلال المسجد. إذا أيها الإخوة، حضورنا في هذا المكان لا بدافع الفن، وإنما من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل. هذا المغسل الذي يحتاج إلى لمسات أخيرة، وهذه البيوت التي اشتريت بديون وقروض خاصة، أردنا بهذا العمل أن نخصصه هذا الحفل. ونقرأ للصفحة الثالثة هنا أو الإعلان الثالث: هذا الحفل مخصص لإكمال المشاريع الإسلامية للمركز الإسلامي، من مغسل، من مدرسة، من نادي، من سداد ديون البيت الذي اشتري. فإن شاء الله تبارك وتعالى يجب أن نضع في نيتنا: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أن هذه الليلة وما دفعناه وما سندفعه هو في ميزان حسناتنا، يكون صدقة جارية نتقرب بها إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيكم ويجازيكن خيرا، وأن يجعل ما بذلتموه وما تبذلونه في ميزان حسناتكم أن يكون حصنا لكم ولأولادكم من كل مكروه، وأن يدفع عنكم من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما الله تعالى وحده به أعلم. وأن يجازيكم على الحسنة
بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فإني لأنتهز هذه الفرصة ونحن نتقرب إلى الله عز وجل لأسن سنة حسنة وطريقا طيبا في هذه الليلة المباركة في دقائق معدودة، ما زيد عن 10 دقائق عشان أخف الجمعية يستعجل في هذا الأمر. وأسأل الله تبارك وتعالى يكون معي شيء إيجابي، ما كانش فيه تعطيني محمد حاجة معاها. الآن نعود لنعيش في قبس من النور، بسم الله، مع مولد النور وفرقة الأنوار المحمدية بقيادة المبتهل الكبير الشيخ محمد عبد الهادي وفرقته التي حضرت خصيصا من مصر الحبيبة لتحيي لنا هذا الاحتفال الديني الذي طالما انتظرناه بفارغ الصبر، وحيث اننا نعيش الفراغ الروحي من مثل هذه الاحتفالات. فهنيئا للقارة بقدوم الأخوة بقيادة المبتهل الكبير الشيخ محمد عبد الهادي الذي عاهد الله جل وعلا على نشر دعوته في أرجاء المعمورة. نبينا يا فاكر. الأوصاف نبينا يا غالي، الله الله
المايك بتاع الكورال في الوسطى الاولى كلها كان مقفول، واحنا بهرتنا بهرنا صمتكم ولقيناكم عايشين معانا، فما حسيناش بشيء، كنا نحلق في حب رسول الله فلم نلاحظ هذه، وليس ذنبنا ولا ذنب الاخ صاحب الميكروفون، فالميكروفون يعني على احسن ما يرام، لكن واحد سمع العربيه بتاعته مش عارف ايه فشد السلك، فالمايكات دون ان يعلم الجميع اغلقت. وانا بقول الوصفه الاولانيه كلها ومفكر انكم سامعين، لكن ايه ان شاء الله نرجو ان يكون ختامه مسك ان شاء الله في حب رسول الله. شكر من بعض الاحباب الذي ارسل رساله الى فضيله المفتي انه بين لنا الحلال والحرام من ناحيه الموسيقى والغناء، واضيف معلومه بسيطه ارجو ان يتقبلها، ان الامام الغزالي صنف الغناء برضو بثلاث انواع، وقال ما دعا الى فضيله ونهى عن رذيله وكان بصوت رجل فهو حلال، وما نهى عن رذيله ودعا الى فضيله وكان بصوت امراه فهو مكروه، ومن دعا الى الرذيله طبعا ده معروف انه حرام فحرام فحرام وكيف، وفسر لنا الشيخ وبين لنا، ولا انا لا اريد ان اكون مفتيا، وانا لما قلت مايكل جاكسون فاذا اقصد بعض الفنانين في فنانين كويسين وفي ناس لهم ضلع كبير في الفن مثل السيده ام كلثوم وعبد الوهاب والناس اللي هم كان لهم اصاله كثيره والاجيال السابقه، ومنهم ناس برضو قاعدين في وسطنا استاذ غسان علم الدين له دور ولون معين في الغناء، فالغناء اللي هو ما بيخاطبش الشهوات هو غناء، فطالما ويا حبذا لما نسمع ام كلثوم هي بتقول مثلا هذه الاغنيه اللي هي في عرفات الله، اسمع وما حملت نفس الهوى لبلاد غار وما حملت نفس الهوى لبلاد غار كنفسي في فعلي وفي بسمات
يعرفه ما يدري إن هفواتنا وذنوبنا. هيا ليكون شفيعا لنا يوم القيامة، ونقول ونصلي عليه ونعيش في مولده ونرى الأشياء التي قابلته في شبابه مع عمرو بن هشام. اللي لما نقول عمرو بن هشام بنكتب ما بين قوسين أبو جهل. إلى البيت الحرام، إلى أول بيت وضع للناس، ونعيش في أحضان الماضي المجيد، ونرى شيخا قابعا بجوار الكعبة يتطلع إلى السماء في خشوع وحب لرب السماء،
وبينما الشيخ جالس في مكانه وإذا بهاتف ينادي عليه: يا عبد المطلب ابحث عن بئر زمزم، زمزم يروي الحجيج، زمزم يروي الحجيج. ثلاث مرات الهاتف ينادي على عبد المطلب فيضع الى ابن الحارث وياخذ ابنه روح يفحته بجوار الكعبه، فتراه قريش: ماذا تفعل يا عبد المطلب، يا شيخ العرب، يا شيخ الحل؟ ابحث عن بئر زمزم. والجواب ما رضاهوش طمعا، قالوا: عبد المطلب لو وجد البير معناه انه هيبقى سيد السقايا في مكة، ولو بقى سيد السقايا في مكة هيتحكم في اقتصاد مكة كله. امنعوه رب ضارة نافعة. المكان اللي منعوه منه ما كانش فيه البير، مجرد ما وصل للمكان الثاني وجد البير فكبر وشكر إله الكعبة، شكر رب السماء، لأنه تأثر بأن قريش استضعفته. لو كان عنده أولاد كتير ما كانوش استهانوا بيه وتحكموا فيه، فبص بالسماء قال: يا ربي لو عطيتني 10 أولاد أذبح واحد منهم شكرا لعطائك وقربانا لك. قال إيه؟ يا أجمل العشرة
عبد المطلب ربنا عطاه العشر اولاد، وكان اجمل العشره واحماهم قلبا في السعي على المعاش هو عبد الله اللي حيكون والد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الاولاد عمله صعبه زمان، قاعد مبسوط جدا، ودائما الدنيا دي مش ممكن الفرح فيها يدوم على طول. وفي نشوته تذكر النادر اللي نادروا على نفسه، فهم لازم افعل شيء. اخذ الولاد العشره على الكعبه وشرح لهم ما حدث. قال لهم كنت في يوم من الايام ندرت ان لو ربنا اعطاني عشره من الاولاد أذبح واحد من العشرة. لسه ما كملش الكلام، خد بالك يا أخ يا اللي أبوك لما بيكلفك بأي مهمة صعبة بتحاول تشد معاه تتحملوش، ده طالب ابن مستحيل. لو حدث في زمن هذا كان الواد يقول أبوه، الواد أبوه مستشفى المجانين على طول، يقول لك أبويا مجنون عاوز يذبحني، يقول لهم عاوز أذبح واحد منكم. يا سلام، فين فين الحنان؟ فين الحنان ايها الابن العاق؟ اين الحنان ايها الولد الشاق؟ اين الحنان يا من تعصي والدك ليلا ونهارا وتتمع في عصيانك؟
لو كل ندى على طول وابتدى الفداء رصوا الاقدام اضربوا السهام طلع السهم الاولاني باسم عبد الله ثاني مره ثالث مره وبكت القلوب كلها من أجل عبد الله وقال رحمك بهذا الابن يا الله وجدنا فيه الأمل اللي بنتمناه نور النبوة في جبينه تدري يا محلاه يا شيبة الحمد فكر ابن عبد الله بعدد كبير كل رجال بفداء بالإبل جت تلتمية باسم غضب بالسهام تلتمية إلا واحد كل جافلة السهام والعيون فاضت بدمع بعد جاتك تلك أنا بس أنا مش سنة والعدد يكمل في ايديه مشى بين القبائل فقابلته كاهنة من الكهان ايها الرجل ان هذا الغلام اما سيكون نبي يا اما سيخرج من ظهره نبي اذهب وافتدي بما عندك من الابل فضل يبتدي عبد الله الى ان جاء الفرج من عند الله الفتوى كان 300 واستجاب الله وشيبة الحمد اتهنى بعبد الله من اجل نور النبوة ربنا نجاه بقى حكاية الفتى غنوة لكل الناس لكن كانت حزن في الشام في منطقة معينة عند اليهود بس اليهود في الشام قالوا ده حيكون خطر علينا ما دام عاش عبد الله يا اما سيكون نبي يا اما سيخرج من ظهره نبي ابعثوا احباركم الى مكه على انهم تجار ودايما هم بيختفوا تحت يافطه التجاره والمال والمد وصلوا الاعادي الى مكه في قلب غار وصلوا الاعادي الى مكه في قلب غار في قلبنا غار حقوا في زيهم وكأنهم تجار ولا حد يدري بأن يدور من الأشرار Oh,
عبد الله علشان ما يتغش نور المصطفى المختار للوينغار الفكر شغل والجمال كله. واذا لاهل مكه التفوا حوالين التجار خلصوا البضاعه كانوا عاملين حسابهم انها تخلص في 6 اشهر خلصوها في بضع ايام ولو وجودهم في مكه هيثير الشكوك. قالوا يلا بينا نمشي. هم لسه ماشيين لمحوا عبد الله قالوا بس ضرب الحظ معانا وقتله اصبح والله اكيد يلا اوان مخدوم على السفره حته اسمها البضاعه بيصطاد بص تلاقي 70 احتاطوا بيه. مين اللي شايف المنظر؟ وقف الزهري 70 كانهم مشكلين علم ايه؟ تدريب غريب الشكل. حلقه اللي كانت 70 يقول القادر لقى 3 في 3 في 3 كده وعامل له مفصله. واذا وقف الزهري عاوز ينقذه يعمل ايه؟ 71 هيعمل ايه؟ لسه بيفكر وقف يفكر وقف يفكر 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 في غمضة عين 70 ملك من السماء
السلام يا سلام يا سلام من قد قدمت في ديوم شافت شيء معين وتقرب وقب العبد المطلب وكان ده اليوم اللي حصل فيه القرب من النسب العظيم. وبعد ايام اعلنت في مكة خطبة عبد الله لآمنة بنت وهب. اتاري يا اخويا البنات في مكة كانوا حاطين عينهم على عبد الله، ومن الضمن امرأة اسمها ليلى العدوية. مش ممكن ابدا ان اسمح بهذا، اني اتطلع اليه في الصباح واتطلع اليه وهو عائد في المساء. لا، لابد ان اقول بينه وبين امنه سادس لها السم في الشراب واذهب قبل ان ينزف عليها وذهبت الى بيت امنه لتقدم لها الشراب على انه تهنئة بالزواج وفيه السم. ولكن العناية الربانية حالت بينها وبين ان تقترب من بيت امنة. كلما جاءت من الشرق صدت، من الغرب صدت، من قبل صدت،
من بحر صدت. الله ماذا؟ إذا ما العناية لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن أمان. وشوية صحيت جاي في الموقف ماشي ماشي في نور الله 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 ماشي في نور الله أنا ليلة العدوية، أنا أجمل امرأة في مكة، ماذا تريدين؟ اقترب مني أحديك قدر ما افتداك به أبوك عبد المطلب من الإبل. يا سلام، لماذا؟ اقترب، طيب يا عبد الله، قال يا صبيا دع مالك علي سبيل أبويا في صحبتي سيب الشيطان وغواه. ونزف في اليمنى على ليلى على أمينة بنت وفد، فصاحبتنا قررت الاعتصام في البيت زي العسكري اللي كل الشاويش بتاعه بقى ما عندوش أصل وبيكدروا ليه نهار ونهار وليل، فبيعمل أضراب عن الطعام. عملت إضراب، وإذا لعبد الله ثاني يوم بعد الزفة قال السيف دي كانت عايزاني ليه وأنا صديتها بطريقة كده يعني يعني أحاول أعتذر الإجل، فخبط على الباب. من؟ أنا عبد الله. ساعة ما سمعت الاسم طلعت على الباب تجري، ولما بصت لعبد الله ما عرفتش عبد الله. أنت مين؟ أنا الله. نسيتيني في 24 ساعة. أنا عبد الله بأمر أنت قلتيلي. أنا يا عبد الله أحظى بأمك، لقيته كنت بالأمس عايزاك واليوم ده مش عايزاك. ليه؟ قالت له كان في جبينك ضيابات مالكش نسيم، خلى جبينك خلى جبينك كمثل البدر ساعة ليل صعقة منور يخلي كل قلبي
النور يا بخت غابنا حمل بالظل
وفي شغري دمعنا يا عزم ومرت الأيام ولما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلاه سقى أم النبي منه ولا شعر بكلمة آه وقال لها أبشري جالك رسول الله نزل محمد أوام ساجد لوجه الله وضي نوره غرب ضي القمر في السماء البشر عم الورى وإن غزت الأصنام حتى الوحوش غزلت مولد رسول الله وضعت جولة الجميع تي من المشفش من بعد أشهر في حمل وكان توفاه أخذوه ولفوه لجد عبد المطلب ودوه ضموا وقف بيه على الكعبة وقال بدأ يهتك وعنا من جاعة أو أمصار
بيع ام الشام لن ابد ويهيه اسمع واشهد اسمع واشهد وحلمت الوادي مع الغزال وراح الشام يا محمد ويا محمد بيع ام الشام لن ابد ويهيه اسمع واشهد اسمع واشهد مرفوع على بنت مصدريه وقبل ما يمشوا كان اسوي خلى معالي من الميه مروا على بركه في طريقهم خد كل كفايتهم من الميه وقبل ما يمشي كان اسوي ولا خلى معالي للميه كان ركب الجاري او بعض وجرت بالميه مالكم أنا عبد هشام أبو العظيم أمشي تابع محمد لا واللات والغزة لن أذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم ده الكلام ده حصل قبل الرسول ما تنزل عليه الرسالة وهو شاب سمعوني صلاة النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مشى رسول تنازل لكن الثاني ركب دماغه بقى ولازم هو زي ما تقول الذيب لما قال بنعزل انت بتعكر المية علي ليه انت انا لا جد تعكر على جد المية يعني هو عاوز اي سبب حق كفانا الله شر الحق فانه محطم لامال الناس كلها الحقد بيعرقل كل شيء كويس واحد حاقد لابد انه يعمل حاجات معينه كفانا الله شره واذا بابو جهل يمشي لغايه ما يجي نص الطريق في كبير زي ما تقول البير ده دائما القبر جاي من الشام او رايح من مكه للشام يقعد عنده ياخد كفايته من الميه ويمشي فهو خد كفايته من هذا البير رغم انه نافع لكل الناس الا انه ردم البير وغير معلمه حتى اذا وصل بنو عبد المطلب لم يجدوا اثرا للبئر وبهذه في هذا المكان يموتون عطشان شوف وصل الحبيب النبي مع اعمامه قبل الرساله ما تنزل على رسول الله وصل دوروا على الميه مش لاقيه الله البير اين البير سمعوا ابو جهل من بعيد على ابواب من الجبل يقول لهم موتوا بعطشكم لا ماء بعد اليوم واستسلموا للخطا
وخيم الهجوم والصمت عليه. وكلهم حذر وعد الغدة للموت خلاص مفر منه. وفراقني الياس الكبير ده بصر الى رسول الله الى ابن اخيه الصادق الامين محمد ابن عبد الله فوجد الابتسامة تعلو جبينا. قال الله محمد رسول الله. يا سلام الخير الرحمة. قال الله محمد محمد ابن اخونا بيبتسم. ما عاهدنا ورا ابتسامة محمد الا كل الخير وتبعوه. محمد الا كل الخير وتبعوه. ومشى الحبيب اسمعوا صلى الحبيب. مشى الحبيب النبي مشى الحبيب النبي مد الحبيب النبي مد الحبيب النبي مد الحبيب النبي على الأرض بيمينه فكر عيون نبى ونبع الماء بيمينه أحلام الشد والنار وانتد شايفينه شرب وفض منهم مية تروي جبال وابجد لمهدي وكل الجمع الشريفينه. ومشى الغدا ويا الاشرار الى ارض الشام وعينك للخير بتولع نار سلم يا سلام في طريق ابنان ونادي الجبلين قابله ثعبان كان شكله فظيع وخيف ومريح. هذا الثعبان شفت الثعبان نائب ابو جهل جرت في الحال واعي ملعون من ظهر النار لكنه ما زال مربوط في النار وحبل النار مسك رجليه والنار تجري في قلب الصحراء وبترضع بيه. ومشى الغدار ويا الاشرار الى ارض الشام وعينك الاثنين بتولع نار سلم يا سلام في طريق ابنان وما من جبلين قبله ثعبان كان شكله فظيع ومخيف ومريع. هذا الثعبان شكل الثعبان ومشى الغدار ويا الاشرار الى ارض الشام وعينك الاثنين بتولع نار سلم يا سلام في طريق ابنان وما من جبلين قابله ثعبان كان شكله فظيع ومخيف ومريع. هذا الثعبان شكل الثعبان نائب ابو جهل I'm gonna make you mine.
انتصارا ساحقا عليهم. اما ابو جهل للناس اللي كانوا حواليه قالوا الله انظروا الجبل يمتلئ بالماء، اي مكان يكون فيه محمد فهو خير، اننا ذاهبون الى محمد. وبصر الجماعه اللي كانوا معاه، الفئه اللي حاضر اللي كانوا معاه كلهم ولوا عنه، مشى لوحده واذا به يمر على وكر كبير غار يطلع له ثعبان. ان اعمالكم سلط عليكم. الطاغي لما تجبر واستجاب لغوار عماه غروره ولا نفع الرجا وياه، ونهايه الكبر ردت المغانه عليه وتخلوا عنه رجاله اللي كانوا معاه. الى اين ذهبوا؟ ذهبوا الى رسول السلام، الى محمد بن عبد الله، الى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى عليه مولاه. وبص صاحبنا لقى الثعبان طلع يجري بالناقة، يجري والثعبان قصاده يسبقه، وشوية الثعبان حوت بدماغه عليه كده، فهو من الخوف من حلاوة الروح رمى نفسه من الناقة، اتكعبل في حلقها جرته مسافة طويلة، وكان هذا عقابه. أما رسول الله قيل أن نفس الثعبان قابله فاطمأنت ناقة محمد وكأنها تعلم أن الذي عليها لا يكون في مكان وفيه أخطار أو شر. اطمأنت الناقة وخاطب النبي الثعبان، لماذا اعترضت ربك؟ لست ثعبانا يا رسول الله، لكني ابن ملك من ملوك الجن، آمنت بالله في عهد الخليل إبراهيم. وأمرني أن أسكن في هذا الغار، قلت لماذا؟ قال أن يمر عليك ابني محمد، اطلب منه الشفاعة فهو شفيع الناس يوم القيامة. وضمن الشفاعة النبي لابن ملك الجان، وذهب إلى الشام. تفكرين اليهودي يعقوب اللي بعت له 70 عشان يذبحوا ابوه؟ اول ما طب محمد عرفه ازاي؟ المشايخ اهو، انا بجيبش حاجه من عندي، والذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. هم يجادلون لكنهم كانوا يعرفون محمدا بصفاته،
قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الملعون بقى يعقوب. يا أخا معار، أنت محمد؟ ما بيقالوا نعم. قال له أنت ضيفي يا أخا العار، هل لك رغبة أن تذهب معي؟ نبي كريم قال له نعم، وراح لمراته يسر إليها الخبر. أم يومشع، سندخل التاريخ من أوسع أبوابه، سيجيء محمد إلى هنا. أخذ الكلب أوم على بيت ربك عالم بابن نوي، ناوي خلاص على قلب محمد ناسب أن للمولى رعي. أخذ الكلب أوم على بيت ربك عالم بابن نوي، ناوي خلاص على قلب محمد ناسب أن للمولى رعي. لما وصل البيت كان عنده زوجة جميلة ولغة طفلي، قال لها والله تم جنان وأمل الحق أفضل اسمي. اليوم قال لها انا جايب لك دواء من بعض الكهان هيخلي عينيك مفنجله وهتكوني ملكه جمال الشام. والمراه في كل حين وفي كل زمان تعتز بجمالها لانه التاج الذي تتسلط به على اعناق الرجال، فلا بد ان يجذبها هذا الخبر. فقالت له ما هذا الدواء؟ اتيني به هاته. قال لها لا، قبل ما ترمي الحجر على محمد. قالت محمد؟ من محمد؟ قال لها احنا بعتنا لابوه 70 علشان يذبحوه. قالت لا لا استطيع. قال لها ليه؟ قالت عندي احساس غريب داخلي بان محمدا على حق وانتم معصر اليهود على باطل. فضربها بالقلم وطلع لها الخنجر وقال لها ما كنتش هتقتلي محمد، هقتلك انا. فخدت الحجر مكرها وصعدت واولادها معاها ماسكين في هدومها بتخاطب النبي من قبل ما تشوف النبي. عندها احساس بالنبي، عندها احساس غريب رغم انها ما شافتش النبي. ما احنا ما نسناش رسول الله لكن بنحبه. احساس متبادل، الإيمان بيعمل كل شيء في القلوب، بيخليك تشوف بعين البصيرة. شوف بتقول له إيه؟ سامحني يا أحمد ده قصد عني، سامحني يا أحمد ده قصر الأمر مش بيدي، وإن قلت أكره كمان الكرج مش بيدي، ما جذبني نورك خلاص القلب مش بيدي. ولما اقترب منا غطاها وغل ضياء الله.
صار بالك وقالت النبي مرحب مرحب بنورك هنا يا خير خلق الله. نزلت الآيات في 23 سنة، وفي سورة المائدة نزلت آية
اليوم أكملت لكم دينكم. من أول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن سمع الصحابة قول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام وأتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سر بصر لكن الحبيب الصديق صدوق اللي كان دائما بيبذل كل شيء في حب حبيبه حس بلحظة الوداع فانهمر بالبكاء وحس الصحابة ببكاء أبو بكر الصديق. قالوا له ازاي بعد التفاؤل العظيم ده والأمل الكبير بتبكي؟ قال لهم أنا عارف إيه اللي هيحصل دايما بعد ما النقصان. مرت الأيام واللي تنبأ به سيدنا أبو بكر حسوه من خلال الوداع عندما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم عليك دين يطلبوا فيه وكلك حس عندهم بكى وحزن عرفوا ليه كان سيدنا أبو بكر بيبكي. وإذا بعكاشة اسمه عكاشة سيدنا عكاشة وسيدنا عكاشة ده كان من التلاميذ النبي لرسول الله أي حرف بيرقصه يعني مرة النبي بيقول سيدخل الجنة 75,000 من أمتي بغير حساب فقال له يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم فقال اللهم اجعل عكاشة عكاشة منهم فجاء صحابي تاني وقال له يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم قال له سبقك بها عكاشة. شوف وإذا بعكاشة يقول يا رسول الله ضربت لي في يوم من الأيام عصا على ظهري. الصحابة صاروا عليه وشدهم ثورة أمير المؤمنين عمر الفاروق ولكن النبي هداهم قال لهم ربنا عارف مكانة كل واحد فيكم في الجنة دعه يطالب فدفع الديون في الدنيا أسهل بكتير بكتير من هناك. اجي عكاشة قال له ضربتني عصا على ظهري فعاوز اضربك نفس العصا. بعد جاب العصا اللي كان بيهش بيها نقصه في رفق ودخل فيها في النبيلات وزاغت الاطفال وبلغت القلوب الحناجر واستغاثت الملائكه لبكاء الصحابه الاجلاء الانصار الاطهار والنبي مصر على دفع الدين وعكاشة مصر على أخذ الدين. قال له يا رسول الله ضربتني وانا ظهر عريان فكشف النبي الوشاح عن ظهري